الكفاره الالمانيه مع اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والمهندس خالد مرتجي. كل التوفيق طبعا للمهندس خالد مرتجي، وطبعا بشكر الاستاذ هشام لان دي بطوله مهمه جدا وليها طبعا ادوار كبيره جدا. زي ما قلت لكم دي من الدور الكبير اللي بتلعبه عائله الاهلي، وخاصه في الجانب الوطني المهم في القوى الناعمه. القوى الناعمه وكره القدم والرياضه قوى ناعمه فعلا كبيره جدا. ولو هرجعكم ل 2002 وكاس العالم، وكان في مشاكل كبيره جدا 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 بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، ومباراه كره قدم ابتدت تقرب الامور، والخلافات الكبيره اللي كانت موجوده بين الصين وبين الولايات المتحده الامريكيه مباراه تنس طاوله عادت الاجواء. هو ده دور القوى الناعمه. لسه مكملين في دور القوى الناعمه، واليوم فتح باب الترشح لجائزه الابداع الرياضي بجوائز قيمتها 7.5 مليون درهم. جائزة الإبداع الرياضي واحدة من أكبر جوائز الإبداع الرياضي على مستوى العالم، ويمكن 1 إبريل دايما بيكون فتح باب الترشح لجائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية. وطبعا في تكريمات رياضية كتيرة حصلت، سواء كان كابتن حسن شحاتة كان من المكرمين النادي الأهلي طبعا كأفضل نادي، السباحة طبعا وعضوة مجلس الإدارة دكتورة رانيا علواني، أحمد أكرم برضو فاز بيها، أكيد جائزة كبيرة جدا وجائزة عالمية. وطبعا كان كابتن الخطيب هو اللي كان استلم الجائزة، وكنت أنا على الهوا هنا وبننقل الحدث ده، كان مبكر جدا. وعشان نعرف أكتر وناخد تفاصيل أكتر ينضم معنا على الهاتف الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد القوصي عضو لجنة الإعلام بالمسابقة. السلام عليكم أستاذ محمد. أهلا مساء الخير أستاذ إيهاب، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. تحياتي لحضرتك. مسابقة كبيرة جدا وجائزة الإبداع الرياضي إحدى الجوائز العربية اللي بصبغة عالمية. طبعا هي واحدة من إن لم تكن الكبرى على مستوى العالم في الجوائز من حيث قيمتها المالية وقيمتها الأدبية التي تتزايد من وقت لآخر. بدأت من 2009 هذه الدورة العاشرة للجائزة وبتحقق نجاحات كبيرة. مصر بتعتبر من القوى العظمى في الجائزة، يمكن احنا في مصر فزنا ب 19 جائزة على مدار 9 دورات. زي ما قلت لحضرتك كان يمكن من بدايه 2009 كان في بدايه المكرمين او الذين نالوا هذه الجائزه الكابتن حسن شحاته على انجازه في 2006 2008 كافضل مدرب عربي. ثم كان النادي الاهلي هو الفريق المصري الوحيد او الفريق العربي الوحيد في كره القدم الذي ينال هذه الجائزه، لم ينالها اي فريق مصري بهذا الشكل او فريق نادي بهذا الشكل، وده كان عن انجاز الاهلي الكبير جدا اللي عمله في 2012 لما خد دوري ابطال افريقيا وهو لا يلعب بطوله محليه. طبعا في 2012 كانت البطوله كان حديث العالم البطوله، ما فيش حاجه، حتى الصحف يعني اليابانيه في كاس العالم قالت معجزه ان فريق بياخد بطوله قاريه ويوصل كاس العالم للانديه وهو ما عندوش دوري محلي. تمام، يعني هي دي فكره الجائزه، انك انت بتعمل ابداع او بتعمل انجاز عظيم في ظروف قاسيه او ظروف صعبه، تتحدى الظروف الصعبه اللي موجود فيها. يعني اللي عمله الاهلي كان ضد المنطق، ضد حد يتخيل انه حد فريق ما بيلعبش في بلده وفي الاخر يروح يفوز ببطوله قاريه، فدي كانت حاجه عظيمه جدا كرم عليها النادي الاهلي ويشارك بعدها في كاس العالم للانديه وخد رابع في هذه السنه. الانجاز اللي عمله احمد اكرم في السباحه، الانجاز اللي عمله عبد الرحمن في العاب القوى، فدايما هي بتركز على المبدعين في الرياضه في كل المجالات. هي جايزه ليها 3 فئات، فئه الابداع الفردي بتركز على اي فرد بيعمل ابداع سواء كان لاعب او مدرب او اداري، فئه الابداع الجماعي كفرق، فئه الابداع المؤسسي كمؤسسات بتعمل انجازات، بالاضافه الى الاتحادات الرياضيه العالميه. فهي جائزه مرموقه مميزه جدا، يعني اعتقد ان كان فاز بيها في اخر دوره كان فاز بيها السباحه المصريه العالميه فريده عثمان كاول فتاه على مستوى العالم العربي تحصل على جائزه في السباحه. كذلك كان فازت بها نور الشربيني برضه بطله العالم للسكواش. تمام، دايما هي بتبحث عن المبدعين وتكرمهم، وهذه عاده موجوده لدى الفكر في دبي سموه الشيخ محمد بن راشد، فكر بيبحث دايما عن الابداع في كل المجالات. حتى الجائزه دي تلاقيها في العلم، في الثقافه، في غير الرياضه، في مجالات عديده جدا موجوده، دايما بيبحثوا عن المبدعين ويكرموهم ويعلوا من قيمه الابداع. ان احنا نتمنى ان يكون عندنا ابداع في مصر في كل حاجه ونعلم قيمه المبدعين
يمكن حتى عندنا المهندس خالد عبد العزيز اعلن عن جائزه بهذا الشكل، يعني نتمنى ان تتم الامور بهذا الطريقه ان شاء الله. استاذ محمد، يمكن مع فتح باب الترشح ازاي بيتقدم؟ يعني هل الناس هي اللي بتقدم لنفسها؟ هل في لجنه بترشح طبعا اسماء معينه او اسماء منشات معينه، ولا الناس نفسها هي اللي بتقدم؟ يعني الناس برضو لازم تبقى عارفه كيفيه التقدم لهذه المسابقه. تمام، هو فتح الترشح بيبدا من 1 ابريل ل 31 اغسطس من العام الحالي 2018. تمام. لكن الانجازات التي تحققت من 1 سبتمبر 2017 لغايه 31 اغسطس داخله في هذا الامر. التقديم سهل جدا بالنسبه لكل الابطال الرياضيين، بالنسبه لكل الابطال المبدعين اللي شايفين انهم عملوا انجازات يعني كبيره جدا وتحدوا صعوبات كبيره جدا، في موقع الكتروني كله دلوقتي شغال الكتروني، يعني هو قاعد في بيته من على جهاز الكمبيوتر بتاعه بيخش ويدخل ويسجل ويحط انجازاته، بس طبعا بيبقى مطلوب مستندات وشهادات تؤكد هذه الانجازات، يعني العمليه مش سهله يعني. طبعا فالتقديم بيكون بهذا الشكل، اي حد متاح ليه انه يقدم، وهم طبقا للحاجات اللي عندهم والقناعات، وفي لجان تحكيم بتحكم هذا الامر بتحدد الابطال الذين يستحقوا هذه الجائزه، لان لها قيمه ماليه كبيره، لها قيمه معنويه، احتفال كبير جدا بيحضروا ناس كبيره جدا. على فكره من ضمن اعضاء اللجنه دي او المجلس ده بتاعها الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد، من الشخصيات المرموقه اللي لها بصمات في كره اليد العالميه وليها تواجد على مستوى العالم. كمان في الدكتور سعد شلبي من الشخصيات المميزه جدا الموجود في اللجنه الفنيه، استاذ الاستثمار والتسويق بكليه التربيه الرياضيه جامعه المنصوره. يعني مصر دايما ليها بصمتها وليها مساهمتها في كل هذه الامور، نتمنى ان المصريين كلهم جانب كبير من الابداع الرياضي هذا العام وينالوا هذه الجائزه المرموقه. كل الشكر ليك ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمد الوسي وعضو لجنه الاعلام ببطوله بجائزه الابداع الرياضي، وطبعا وضح لنا كل الامور المتعلقه بهذه الجائزه العالميه الكبرى.